تستضيف مملكة البحرين النسخة 20 من مؤتمر كهرباء الخليج 2024 الذي تنظمه اللجنة الإقليمية لنظم الطاقة الكهربائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتعاون مع هيئة الكهرباء والماء. وبهذه المناسبة أكد سعادة المهندس كمال بن أحمد محمد رئيس هيئة الكهرباء والماء بأن استضافة النسخة 20 من المؤتمر يعكس التزام مملكة البحرين بالمشاركة الفاعلة في دعم التنمية المستدامة وتطوير قطاع الطاقة، حيث يجمع المؤتمر نخبة من الخبراء وصناع القرار من مختلف أنحاء العالم للنقاشات الحيوية وتبادل الخبرات بهدف تعزيز قطاع الطاقة على المستويين الخليجي والعالمي. في ضوء التحديات المحلية والعالمية التي يواجهها مختلف الدول في تطوير قطاع الكهرباء، تبدو هناك حاجة ماسة لمناقشة الفرص التي تسهم في تبادل الخبرات، لا سيما توجهات مملكة البحرين المستقبلية في تطوير قطاع الكهرباء في المملكة. وعليه تستضيف مملكة البحرين النسخة 20 من مؤتمر كهرباء الخليج 2024 والذي تنظمه اللجنة الإقليمية لنظم الطاقة الكهربائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتعاون مع هيئة الكهرباء والماء. إقبال كبير، وهذا يعكس يعني نقول المشاريع والاهتمام في مملكة البحرين ودول منطقة الخليج واهتمام الشركات فيها. طبعا احنا في سكري الخليج هي امتداد لسكري فرنسا، سكري العالمية، وهدفنا ان احنا نوفر منصة للبحث العلمي، يجتمعون الشركات والمختصين في قطاع الكهرباء مع المشغلين لقطاع الكهرباء في دول الخليج، ونتباحث في أهم المشاكل، التحديات، الظروف اللي يمر بها قطاع الكهرباء، ونحاول نجد لها الحلول المناسبة اللي تناسب منطقتنا. فهي تعتبر يعني نقول اجتماع للمختصين للخبراء للتباحث في هذا المجال. مؤتمر كهرباء الخليج 2024 يجمع نخبة من الخبراء والمختصين لتبادل المعرفة ومناقشة التوجهات المستقبلية في مجال الطاقة بهدف تعزيز الابتكار وتعزيز كفاءة قطاع الكهرباء في المنطقة. طبعا شركة SEL البحرين هي المقر الإقليمي لشركة SEL أمريكا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. شركة SEL هي شركة متخصصة في مجال تشغيل الشبكات. شركة SEL توفر حلول في مجال حماية الشبكات، تشغيل الشبكات، تحكم في الشبكات، ومؤخرا طبعا نوفر حلول للأمن السبراني في مجال التشغيلي في الشبكات. مكتب ميجر الشرق الأوسط تأسس من حوالي 25 سنة، هنا هو المكتب الأساسي بيغطي كل مبيعات الشرق الأوسط. أجهزة ميجر هي أجهزة معروفة، إحنا شركة اخترعت نظام الفحص العازلية قبل أكثر من 140 سنة. مشاركتنا اليوم يعني في المعرض من خلال عرض أجهزتنا، من خلال عرض بعض الأوراق البحثية كمان من زملائنا في الشركة. يهدف مؤتمر كهرباء الخليج 2024 إلى مناقشة آخر التطورات حول أنظمة الطاقة المستدامة من خلال استعراض أحدث سبل التطوير في أنظمة الطاقة عالمياً، والذي يعكس الالتزام المتواصل في مملكة البحرين باعتماد أحدث الابتكارات عالية الجودة في هذا القطاع الهام وتلبية أعلى معايير الكفاءة التي تساهم بشكل فعال في تحقيق أهداف التنمية الشاملة والطموحات المستقبلية واعدة في قطاع الطاقة المستدامة. مؤتمر كهرباء الخليج 2024 هو المنصة لاستعراض أفضل الممارسات العالمية والابتكارات الحديثة التي تسهم في تحسين كفاءة خدمات الكهرباء والطاقة وتعزيز الاستدامة في القطاع محليا وعلى الصعيدين الإقليمي والعالمي. إيمان شرف لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.